مرحبا. اليوم بدي نتطرق ونحكي عن انتقال كوكب عطارد لبرج العقرب من 22/10 لغاية 10/11. فهذا الانتقال رح يكون مبشر للخير لجميع طوالع مواليد برج العقرب والحوت وبرج السرطان، وكذلك الأبراج الترابية الثور والعذراء وبرج الجدي. ولكن لا يمنع أنه أكيد في أبراج بدأت كمان تستفيد من هذا بإطار معين. رح نحكي الأبراج، كل برج برجه شو بيطالوا بهذه الفترة، شو بيستفيد، وعم نحكي البرج والطالع. رح نقول انه اكيد لمحة صغيرة انه عطارد هو كوكب التواصل، يلي كيف منقدر نوصل فكرتنا بطريقة سريعة، كيف نستقطب الانظار بالكلام. هو كوكب الاتصالات، كوكب المواصلات، كوكب يلي تخليص الوراء، يعني القضايا القضائية، هود الأمور كلياتها بتكون مريحة، وحتى للسفر بتكون الأمور حلوة. وأكيد بيعطي قدرات فكرية عالية ليقدر الواحد يثبت حاله بأي إطار. بداية مع برج الحمل وطالع الحمل، بهذه الفترة عطارد بحثك على سبل للبحث عن طرق لتقدر تستجمع أموالك، نعم، لإدارة أموالك. ولأنه بالفترة الماضية كأنه كان في عندك أموال غير، يعني مش أموال، أعمالك العملية ما كانت مستقرة كتير، كان في خربطة ببعض الأمور. فكرمال هيك أنا بقول لك أنه رح بتكون الأمور حلوة. في صرف يمكن كان مبالغ بالفترة الماضية، ولكن في أفكار حلوة بهذه الفترة بناءة للبدء بمشروع جديد، بعمل جديد. صح أفكارك بتكون حلوة وبتقدر تقنع الكل بأي وجهة نظر، لأنه فترة إيجابية، وهذه الفترة حلوة للمصالحات كمان، بديك تكون بعيد من الانفعالات خاصة مع الشريك العاطفي، وحاول تخفف شوية مصاريف. وأي أموال مشتركة بدك تاخد حقك فيها، قضايا قضائية بتاخد حقك فيها، وكتير بيستهويك شراء وبيع العقارات، وهالأمور كلها بتكون بتطالك. أما مواليد برج الثور أكيد فترة حلوة لإدارة أمورك، يعني خاصة بأفضل الطرق، خاصة علاقاتك العاطفية، علاقاتك الزوجية، تبادل الأفكار، النقاشات مع الشريك بالعمل، مع الشريك بالبيت، عم تفكر بمستقبلك، حتى بتلاقي أفكار حلوة للحماس للعمل حتى مع شريكك بالعمل. كأنه في أمور حلوة، في أرباح بهذه الفترة مالية مفاجئة، وبتكون محاور جيد ولبق مع الشريك العاطفي واللي فيه رومانسية، وحلو للمصالحات وهذه الفترة للارتباطات ولمواليد برج الثور. أما مواليد برج الجوزاء، قدرة مثل ما بنقول على إنجاز وإتمام الأمور العملية بتقنية عالية، بخليك عطارد كوكبك تمتلك الحنكة والذكاء، وبيعطيك الصبر، لأنه بالبيت السادس، بيت السادس هو معروف أنه هن في صبر بهذا الوقت، فبكون عندك قوة وطاقتك كتير كبيرة، وبتصر بشكل كتير كبير لتوصل لهدف معين. في تعاون من الزملاء، وفي جلسات وحوارات بتكون راضي عنها، وأفكارك كلها بتكون حلوة، وبتقدر تطرح أفكارك وتعمل تعطي وجهة نظرك بأي إطار. ويمكن يكون في علاقة كمان مع زميل بالعمل تتحول إلى حب، أو عن طريق عملك يكون في علاقة عاطفية غير مثل ما بنقول من دون استئذان تدخل على قلبك. بس تكتر عليك كتير الأعمال، ويمكن في تغيير عمل لمولود برج الجوزاء. أما مولود برج السرطان، هذه الفترة أكيد أنت بدك تستفيد
في تشجيع للقراءة للكتابة، البحث عن كل شيء جديد، بتتحسن علاقتك مع أولادك، بتحس أولادك على الدراسة أكثر، في اللي هني بيشتغلوا بالفن، اللي بيشتغلوا بالأدب، اللي بيشتغلوا بشيء يعني مثل ما نقول هواية، هواية الرسم. هالفترة حلوة لحتى يتضوى على أي هوية معينة أنت بتحبها، خاصة الأمور الفنية، وفي ود وتعاون مع الأولاد، وبتحل مشاكلك كلياتها، وفي تقارب وجهات النظر، ويمكن يكون في عندك فرحة حلوة لولدك بهذه الفترة. وأنا بدي أقول العلاقات العاطفية بتكون بأوجها، بتكون في مصالحات، بتكون في كلام يحكى بين بعضكم، أكيد هذه الفترة كمان بتكسبك ماليا. أما مواليد برج الأسد، أسد أفكارها كتير حلوة وخلاقة، وخاصة بالتعديلات بالتغييرات بقلب البيت، وعبالك يمكن تغير مظهر بيتك، تعمل إعادة تأهيل، تجيب أشياء جديدة على البيت، يمكن يكون عندك سفرة، بحسك عطرت على شراء وبيع العقارات، استئجار بيت، معاملات حتى للبيت، في دفع مصاري بالبيت بهذه الفترة، فترة حلوة لكمان اللي بده يرفع قضية قضائية بتكون لإله، شيء بخص الإرث، كل شيء بعود لإلكم، والأمور بطلب منكم تكونوا ودودين وتلموا شمل العائلة بيكون أفضل لإلكم. أما مواليد برج العذراء فترة ناشطة، وخاصة بالتنقلات بالسفريات، رغبة بحضور يمكن ندوات، اجتماعات، لقاءات، جلسات، قرارات مهمة، وفي مثل رغبة بالتواصل مع الآخرين، خاصة مع محيطك كافة، مع بالعلاقاتك العاطفية، بعلاقاتك مع إخواتك، بتسعى لتتعلم وتبحث عن أمور جديدة. مواليد برج العذراء فترة حلوة للتقرب من الحبيب، أكيد علاقات قديمة يمكن بتظهر بهذه الفترة على الشاشة، وصداقات بتتجدد، وعاطفيا بدك تكون أنت، بدك تحط الأسس والنقاط اللي أنت بدك إياها، تتحكم بزمام الأمور، لا تتفاهم مع الشريك العاطفي. أما مواليد برج الميزان أفكارك مبدعة، يلي بدك يعني مثل ما نقول تشرقت، نعم بعيونك بدك تشرقت للحصول على المال، لانه ممكن تاخذ صحيح، ممكن تاخذ بعض الوقت لتقدر تحصل عليه، بس بدك تحصل على المال، في صفقات جديده، قرارات حلوه، وظائف جديده، مشاريع، يمكن في مشروع بيتضوى عليه، يعني كل شيء بدك تعمله بهذه الفتره بكون رائع. مولود برج الميزان علاقاتك بتكون حلوة مع محيطك بالعمل، في مكاسب مالية كتير، بتكون محط الاهتمام، وبتلاقي الدعم المالي إذا طلب الدعم المالي، وبعض النقاشات المالية يلي بتطالك. وأنا بقول يلي طامح لترقيات بهذه الفترة لا مناصب، هالأمور كلها بتطالكم. أما مواليد برج العقرب شهر مثل ما بنقول من أحلى الأيامات، قربنا نوصل، الشمس بكرة بدها تلحقكم، بدها تجي لعندكم تلحقكم، تلحقوا لعطارد. بالنسبة لإلك يعني شمس وعطارد عندك، وأكيد المريخ كوكبك الحاكم، هون أنا بدي أقول بدك تكون يا مولود برج العقرب مصدر ثقة ومصدر للنجاح ومصدر للتفاؤل، وعندك القدرة على إقناع من حولك بأي قرار وبأي اتجاه بوجهة نظرك، تغيير أمورك الشخصية إلى الأفضل، وكتار رح يهتموا فيك، وبتكون الأضواء مسلطة عليك، وبتميل للتميز بحضورك وقراراتك ونقاشاتك كلياتها، حتى فترة حلوة للتعليم للدراسات، وبتنتقل لعندك كمان الشمس، بتصير الأمور أفضل، كمان نحكي عن هذا الموضوع الأبراج الشهرية، ولكن كل المعاكسات الفلكية اللي لطلتك صحيا بدك ترتاح، بدنا نقول لها باي باي وإلى زوال. أما مواليد برج القوس هالفترة البحث عن الغموض، كشف الأسرار والحقائق، وبتميل لمعرفة الأشخاص بعمق، وما رح ترضى بشيء أبدا، والأمور السطحية ما إلك خلق عليها، ممكن تهتم بأشياء جديدة وفرص حلوة للتعرف على أشخاص يمكن جديد، بكون إلك فرص حلوة مهمة بحياتك يمكن العملية أو العاطفية، وحاول تصالح أشخاص إذا بدك، إذا بدك، لأنه بس تكتشف أمور بتصير الأمور
بزمام الأمور معك أنت تتحكم بكل شيء، وفي أشخاص رح يتقربوا منك عاطفياً لحتى يقدموا اعتذارهم أو لحتى يرضوا. أما مواليد برج الجدي، فترة حلوة لشهر عامر بالصداقات والعملاء، ورح تكون محط الأنظار، تقدير، إعجاب وود، وبتميل وبتصير ترجع لطبيعتك اللي انت بتتعاطى فيها مع زملائك مع اصدقائك، تبادل الاراء، طرح كل المسائل، امور بعمق وجديه، الرغبه بالوصول لمعرفه اي شارده وارده، وعليك تخفف الفتره من التوتر. وفي كثير من الاشخاص رح يتواصلوا معك ورح يتقربوا منك، ويمكن في تحقيق هدف معين أو أمر معين عالي، وفي تواصل كمان، يمكن إعادة صداقات قديمة بتعود لإلك، بترجع مواليد برج وبتنشط الجدي، بتنشط اجتماعيا، بتنشط هيك مثل ما بنقول كأنه تكتر عليك الدعوات، وبتكون محط الأنظار وين ما بتكون، خاصة كمان أمورك العاطفية بتكون حلوة. أما مواليد برج الدلو، شهر لتثبت حالك، يعني تثبت مركزك، وقعك وين، البوزيشن تبعيتك وشو بدك تعمل فيها، حاطت عينك على كرسي، حاطت عينك على منصب، بدك تحسن لي علاقاتك مع المسؤولين وتثبت جدارتك، وحاول التقرب بشكل كتير منيح منهم، وتحسين علاقتك مع زملائك، وطرح أفكارك ومشاريعك المفيدة للشركة اللي أنت فيها، أو إذا كنت كما بنقول صاحب عمل لا تقدر تسطع، لأنه هيدا البيت بيت السمعة بيت الشهرة، ففي تحقيق لبعض المشاريع اللي رح يتضوى عليها، رح بتلاقي ناس واقفين حدك داعمينك. كن واضح بكل شيء، ما تخلي شيء يمرق عليك بالقول الكرام، تابع الشردي والوردي، وأي شيء عم تبحث عنه بتبحث عنه بتلاقي الدعم، وطريقك في طريق مفتوح قدامك لتقدر تثبت حالك ولتقدر توصل لمبتغيك بأي موقع أنت بعملك. ولكن البعض يمكن يكون عنده العلاقات عاطفية من ضمن محيطهم بالعمل، وفي مشروع يمكن مثل ما نقول يسطع ويلاقي النجاح والنور بهذه الفترة. أما مواليد برج الحوت، شهر للسفر أكيد، وخاصة كمان للدراسات وللنقاشات وللبحوث العلمية، فرص للتعاقد مع الجامعات، فرص ليعمل الواحد عقد مثل ما بنقول عقد تجاري خارجيا أو وكالة الواحد يخدها، وكالة تجارية من برا، اتصالاتك بتكون حلوة، ولقاءاتك حتى علاقاتك العاطفية بتكون بأوجة، للتجارة، للتصدير، للصفقات، للقضايا القضائية، بتحاول تقرب للشريك العاطفي بطريقة ودية، وبتكون محاور هيك حواراتك، كلامك، دبلوماسيتك، تعاملك مع الكل بيكون حلو، خاصة مع الأجانب بتلاقي الدعم منهم، وأكيد بده يكون في عندك مكاسب مالية، وسفريتك كلها بدها تكون رائعة، إن كان لشغلك وإن كان لتعليمك، أو إن كان يمكن في علاقات خارجية يمكن تكون عاطفية من غير جنسية. وهيك بنكون نهينا هيدا الوقت انتقال عطارد لبرج العقرب. بتمنى لكم الخير، بشوفكم على خير، باي.